يطمح أن يكون من كبار القراء على مستوى العالم، هدف وضعه علي نصب عينيه منذ أن دخل إلى عالم التلاوة القرآنية من البحرين الطفل علي حسين علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ بك يا رب من همسات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال معونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين والذي هو يطعمني ويسقين
وإذا مرضت فهو يشفين. والذي والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. صدق الله العلي العظيم. قبل الله صيامكم وقيامكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله. استمعنا لتلاوة المتسابق علي حسين علي من البحرين، شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة الطيبة. سيد حسنيا، ملاحظاتكم. شكرا جزيلا لك، شكرا يا حبيبي علي. طبعا متعت أسماعنا أكيد، وأني أهنيك على الجرأة أولاً بأن تقرأ أمام الأساتذة. هسا أنا بعمرك يعني شوي أكبر منك عمراً وأداءً، لا أنت أكبر إن شاء الله تعالى. وأيضاً أهنئ هذه الأسرة الكريمة. هسا ممكن مصر عرفت بالقرآن الكريم تلاوةً، أكو تفاصيل أخرى عرفت بها مصر. العراق له طريقته الخاصة بالتلاوة، ولكن في الردة الحسينية العراق أولاً، وإن كانت هناك بعض الدول. وبالتالي الإنشاد مثلاً في سوريا تعتبر الأولى، وأيضاً دول أخرى متقدمة كثيرة. لكن مع وجود هذا البحار، هذه البحار من الأداءات، استطاعت البحرين في الردة الحسينية أن توجد لها مكانة خاصة وأن تؤثر وطريقة خاصة، طبعاً بالإضافة إلى الشعراء وغيرها، أيضاً بالقرآن الكريم. مؤسساتنا القرآنية، المؤسسات الكريمة في البحرين تجهد نفسها وتتعب نفسها على هكذا نماذج. أن يخرج علي من بيت أغلبه إنشاد، وخصوصا الوالد خطيب ومنشد، ويطلع قارئ. طبعا الوالد أيضا مهتم بالقرآن الكريم، ولكن عادة المنشد يخلف منشدين، فبالتالي استطاع أن يتجاوز هذه العقبة مال الإنشاد. نعم. وأن يتفرد بالتلاوة ببيته، وإن كان يعني أخوته أيضا بالقرآن الكريم. أنا هنيك على هذه، وأبارك له وأبارك الأهلة. صوتك فوق الممتاز، إحساسك فوق الممتاز جدا، ولكن أيضا يحتاج لك إلى تمرين. بالبداية نحتاج إلى تقليد محاكاة وليس تقليد الصوت، لأن صوتك بصمة خاصة بك. وإن شاء الله يأتي يوم ونقول البحرين لها طريقة خاصة بالتلاوة إن شاء الله. الشيخ محمد عصفور، تقييمكم. تحياتي حبيبي، ما شاء الله علي حسين، بارك الله بك، فعلا بارك الله بك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليك هذا العطاء إلى آخر عمرك، ما شاء الله. صراحة يعني أمتعنا بهذا الصوت العذب الشجي، وحتى أحكامه رائعة جدا. يبقى بس في الإعادة ممكن نسى آية في الإعادة، وفي لما رجع عاد مرة ثانية أي. فإن شاء الله من أخذك بالشكل الكافي، لأنه أنت قلتها في الأول، بس في الإعادة أنه نسيتها في الإعادة. هو في بداية الطريق إن شاء الله والمستقبل إن شاء الله. لكن بصراحة يعني شيء رائع جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لك نصيب في الفترة القادمة إن شاء الله، المرحلة القادمة إن شاء الله. سيد كريم حبيبي، تفضل. علي حبيبي، الله يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله. كنت راقيا في التنقل بين المقامات، بخصوص بالابتداء يعني من البيات إلى الرست في آية واحدة. الله يحفظك إن شاء الله، زخارف نظيفة محسوبة ودقيقة. وعندي شيء يعني أنا أقولا وأصيك بأن تبدأ باختيار مدرسة صحيحة تلاوتك. محاكاة فترة صحيحة. أي والله، مدرسة صحيحة، مصطفى إسماعيل، علي البنا، يعني أنت تحبه. يا ريت إن شاء الله نشوف هذا بالآتي. أبوه منشد، الله يحفظه. فكون لازم تروح لهناك. أمشي له شوي. إيه طبعا.
يستاهل ولا ما يستاهل؟ يستاهل. جاي لك من ناكل هنا من البحرين. يستاهل. وابوه منشد يلا. ما شاء الله. انعم واكرم. صلوا على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. يستحق. يا آل بيت الله هاي لك لوالدك هدية. يا آل بيت الله كل من ابتلى لم ينج إلا فيكم أهل الولا. الله الله. يا آل بيت الله كل من ابتلى لم ينج إلا فيكم أهل الولا. لكم كأبراج السماوات العلا. لكم الله الله الله. كأبراج السماوات العلا حفر بطيبته. نعم. والغري وكربلا وبطوس والزورا وبطوس والزورا وسامراء. الله 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 الله. مستمره ولكن علاوي جاوبه. احسنت. الله. أديم الصلاة على النبي محمد. فقبولها حتما بدون تردد. يا الله. أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها. الله. إلا الصلاة محمد. الله عليه. الله. صلي على محمد وآل محمد. شوي أتجاوز على حدودك أستاذ محمد. خادنا. يا الأحسن سيد كريم له هو. كريم. مو حبيب هذا. قدامه مستقبل يعني. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. خامت الصوت متفرد فيها مالته يعني. فمقطع حرية الصوت. قدامك مستقبل باهر ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ترى عماد رامي قاعد يقول لك هذا الشيء يعني. اذا اقول لك استاذ عماد رامي يعني بصمه. نعم. انا بس اقول لك شغله لفت نظري بقراءتك انك عم ترتجل انت يعني ما تقلد حدا. خذ النصيحه من ابوك. ابوك يبدو ان شاء الله بيعطيك الطريق الصح. ولكن بالقراءة حج أستاذنا بالقراءة لابد من اختيار مدرسة للتلاوة. إيه كبداية تعلم. كبداية. نعم. لابد إيه بس أبو إيه. أبوه يعني أكيد يعني بيحطه على الطريق الصح. مو خاف يوديه للإنشاد لكم يوديه. هو أنت حكيت كلمة إيه. لازم علق عليها. أنت عم تقول العقبة. أنا عقبة لا صرت شهي مو عقبة. مو عقبة صغيرة. عقبة كبيرة. لا أنت قلت الإنشاد ما يروح على العقبة. الإنشاد إنشاد كمان له الإنشاد يعني الحمد لله نحن نتفرد. أنت فهمتها بالسلبي لو بالإيجابي؟ بالسلبي أنا فهمتها. لا أنت فهمتها هيك. أنت طبعا عمرك 100 سنة فتفهم. شو معنات العقبة سيدي؟ مانع عقبة. الله بيقول فلق تحمى العقبة. الإمام الصادق يقول نحمى العقبة. الله والموانع طوبى لمن اجتاز. بس هو الكبير بالسن اللي عمر 100 سنه يعني. لا لا ترد. انت وين بتلاقي حالك امشي. اذا بيقول لك ابوك. نعم. انشاد امشي. اذا بيقول لك بارك الله فيكم. سيدنا هيتاهل سيدنا
سيد يتأهل للنهائي. سيد كريم راح يتأهل إن شاء الله. قدامك مستقبل سيد. الدكتور باسم لكم الكلام. يا علي بارك الله بك، أنت قرأت آيات يجب أن نتدبر في هذه الآيات التي قرأها علي، وهي نستفيد منها كلنا. الآيات تحدثت عن الاتباع والمعيارية في الاتباع. إبراهيم سلام الله عليه ينتقد قومه ويخاطبهم، يقول لهم أنتم تعبدون هذه الأصنام، ما هي المعيارية التي تعبدون هذه الأصنام على ضوئها وتتبعون الأصنام؟ ينفعونكم؟ تستحصلون على فائدة منهم؟ لا يوجد خطاب، لا يوجد جواب عندهم إلا أن آباءهم كانوا يتجهون هذا الاتجاه، فهو اتباع آبائي. فهناك اتجاهان في اتباع الآباء، اتجاه سلبي كما عليه هؤلاء الذين يعبدون الأصنام وينتقدون، وانتقدهم القرآن، واتباع إيجابي وهو ما عليه علي إذ يتبع أباه في تلاوته القرآن وفي إنشاده وفي قراءته. بارك الله بك يا علي، وإن شاء الله هذا الاتباع هو الاتباع المطلوب لأهل القرآن وللنافعين، هو النفع الرسالة. هذا بارك الله بك. نختم إن شاء الله بالشيخ عمر، تفضل. علي حسين ما شاء الله قامة صوتية وخامة صوتية إن شاء الله، تنتظر الصقل فقط والتوجيه فقط في الصوت وحتى في الأحكام، تحتاج إلى شيخ يريك شخصه إن شاء الله، وتكون إن شاء الله قارئا عالميا بإذن الله تعالى، ولديك فقط بعض يعني الأمور الخفية في تلاوتك للقرآن الكريم، كإذ تدعونا فهمست الذال فصارت كأنها ثاء، إذ تدعونا، إذ تدعونا، فالذال مجهورة والتاء بعدها مهموسة، فخلص صفات الحروف من بعضها البعض، وبإذن الله تعالى ستكون من المتقنين المهرة للقرآن الكريم إن شاء الله. أداء صاغه الشغف المتسابق علي حسين علي من البحرين، شكرا جزيلا لكم.